السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور هشام المونجي، أنا أستاذ مساعد في قسم هندسة الحاسب والنظم في جامعة اسكندرية. شغالين مع بعض كورس Distributed Systems أو Net Centric Computing. نشتغل من كتاب بتاع مارتين فانشتين وأندريو تاينباوم. بدأنا قلنا في الأول خالص إن Distributed Systems هي عبارة عن Collection of Autonomous Computing Elements that appear to its users as a single coherent system. تكلمنا في الأول خالص على introduction، وبعد كده تكلمنا على architecture، إزاي autonomous systems دي هتبقى distributed، سواء architecture كsoftware كhardware كmiddleware. بعد كده تكلمنا على processes، وإزاي كل node هتبقى المفروض تبقى implemented processes اللي موجودة فيها. تكلمنا على الشابتر اللي بعد كده على communication بين the different nodes. النهاردة هنتكلم على شابتر 5، هنتكلم على naming. Naming إن أنا عندي entities، والentities ديت لها name، وأنا عايز أعرف طب يا ترى الentity ديت الاسم دوت بتاع أنهي entity. فعندنا concept هنبدأ نتكلم عليه في naming. بنقول إن إحنا عندنا name resolution. name resolution ديت بتعمل إيه؟ بتقول لي أنا عايز named entity الفلانية، عندي اسم معين عايز اعرف الانتيتي نفسها موجوده فين. عاده حتى الامبلمنتيشن بتاعت النيمينج سيستم اللي احنا هنشوفه مع بعض كمان هو نفسه في الديستريبيوتد سيستم، هو نفسه بيكون ديستريبيوتد. فالاول خالص عايزين نتعرف يا ترى هو يعني ايه نيم. تمام، فاحنا بنقول ان names are used to denote entities in a distributed system. النيم دوت الاسم، تقول لي الانتيتي الفلانيه، اقول لك اوكي ليها الاسم معين. To operate on an entity we need to access it at an access point. يعني انت دلوقتي عايز تتعامل مع انتيتي معين، عايز مدخل اليها، فالمدخل دوت او نقطه الوصول ليها هو الاكسس بوينت. تمام، الاكسس بوينت دوت بيبقى له اسم اللي هو الادرس. So access points عباره عن entities that are named by means of an address. فالعنوان او الادرس، تمام، العنوان دوت هو عباره عن اسم المدخل للانتيتي. It's the name of the access point. ممكن تلاقي عندك entity يكون ليها اكتر من access point، يكون لك بيت مثلا له اكتر من باب، ممكن يكون عندك تليفون له اكتر من رقم، يبقى المدخل للتليفون دوت هو الرقم، وممكن التليفون يبقى له أكتر من رقم. An entity may change its access point. ممكن يبقى عندك entity ويغير الأكسس بوينت بتاعها من وقت للتاني. فأنت ممكن يبقى عندك الكمبيوتر بتاعك كان موجود في مكان معين، كان الأكسس بوينت بتاعه كان له أدريس عبارة عن IP أدريس، وأنت رحت رايح لحتة تانية خالص وبقيت لك another IP address موجود. ممكن الاكسس بوينت نفسها اللي هي اسمها كان الادرس، الاي بي ادرس ديت تبقى ري اساين تو ا ديفرنت انتيتي. مش شرط ان النيم او الادرس يكون هو دوت لازم يكون للانتيتي ديت دايما. بس هي النقطه، طب انا لو عندي انتيتي كان ليها اكتر من ادرس، كان ليها اكتر من اكسس بوينت، كل اكسس بوينت ليها اسمها عباره عن ادريس. تمام، بس في الحاله ديت لو انا انتيتي ليا اكتر من اكسس بوينت، اتس نوت كلير ويتش ادريس اللي المفروض ان انا استخدمه. ناخد بالنا من نقطه، ان احنا اللي احنا عايزينه، احنا عايزين لوكيشن اندبندنس، بمعنى عايزين ذا نيم تو بي لوكيشن اندبندنت. لوكيشن اندبندنت نيم فور ان انتيتي اي is independent from the addresses of the access points offered by E. أنا عايز اسم ما يكونش مرتبط بالمكان. A name هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن just a random string، شوية حروف كده ورا بعضها. بقول لك فلان دوت اسمه كده، طب الاسم دوت له معنى؟ ملوش أي معنى، مش شرط إن أنت اسمك كريم إن أنت كريم فعلاً. So pure names can be used just for comparison. إن أنا أقول الاسم دوت غير الاسم دوت مثلا.
عندي نوع من الأسماء هنسميه an identifier. الـ ID. إيه الـ identifier؟ ID دوت عبارة عن name بس له properties معينة. An identifier refers to at most one entity. ما ينفعش الـ identifier دوت يبقى لأكتر من entities، ما بيبدلش مع الزمن بين الـ entities. An entity is referred by at most one identifier. كل entity لها identifier واحد. An identifier always refers to the same entity. It's never reused عن طريق أي حد تاني. الـ identifier مش شرط بس إن هو يكون اسم يونيك للـ entity اللي موجودة عندي، لأ ده كمان ممكن يكون فيه content associated مع الـ identifier دوت. تقولي identifier دوت آه بيشاور على الـ entity دي، معاه content هنشيله معاه. فaddresses and identifiers are two important types of names. Addresses, it's the name of the access point. الـ identifier كمان بيقولي مين هي الـ entity نفسها. In many computer systems, addresses and identifiers are represented in machine readable form. عبارة عن شوية bit string كده، شوية bits ورا بعضها. ممكن يكون عندك Ethernet address أو memory address، عبارة عن شوية bits الأدرس دوت، ملهوش معنى. بعض الأوقات بنحتاج إن الاسم دوت، النيم دوت يكون human friendly، زي مثلا أسامي الفايلز. الفكرة كلها هو إزاي، طب أنا عندي اسم معين، how should I resolve the name والidentifier إلى addresses؟ هتقول لي ID الفلاني الأدرس بتاعه إيه، أو النيم الفلاني الأدرس بتاعه إيه. هي دي اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعملها. ليه؟ لأن غالبا هتحتاج إنك توصل للانتيتي دي، تكون عايز تعمل راوتينج مثلا، هنحتاج نيمينج سيستم. نيمينج سيستم ده will maintain binding. It will maintain binding a name to an address binding. أقل شكل محتاجينه للنيمينج سيستم دوت إن يبقى عندي تيبل كدوت، وكأنه هاش تيبل، أدي لك النيم هتديني الأدرس، أو أدي لك الID، ما هو الID عبارة عن نيم تديني الأدرس. إحنا هندرس مع بعض ثلاث أنواع، ثلاث classes of naming systems: flat naming وstructured naming وآخر واحد attribute based naming. نبدأ نبص مع بعض أول نوع اللي هو flat naming. flat naming يبقى الأسامي كده هو flat، يعني ما فيش أي hierarchy في الأسامي، زي identifiers تمام، شوية bit strings كده هو ورا بعضها. unstructured ما فيش structured لإسم، يعني ما عندكش مثلا first name ولاست middle initial ولاست name، لا ده انت كده عندك structure، لا انت عندك شوية bits كده ورا بعضها flat names. فيبقى انا عندي flat name وعندي عايز اعرف ايه الانتيتي بتاعته. ابسط solution هناخدها مع بعض عشان flat naming هي broadcasting. That we broadcast the ID. يبقى عندي حد بيعمل broadcasting على الID وكأنه بيقول يا جماعة انتوا كلكوا اسمعوا الID ده، مين فيكوا الID ده. So it requests the entity to return its current address. يبقى الراجل صاحب الاسم دوت هيرد بيقول له ايوه انا عنواني كذا. ديت موجودة في LANs local area networks، بس it doesn't scale beyond local area networks. local area networks يبقى ايه، تلاقي واحد يسأل كده هوت الID دوت فين، تمام يقول له انا فلان. it requires all processes to listen to incoming local location requests. وعندنا الانترنت بروتوكول اللي هو اسمه address resolution protocol او ARP. ده انا عايز ايه، انا عايز معايا IP address وعايز اعرف الماك address مناظر لي، عايز اعرف الماك ادريس عشان ابعت له، انا معايا اي بي ادريس تمام وعايز ابعت على الماك ادريس المناظر لي، فهعمل ايه، هروح اعمل برودكاستنج، مين يا جماعه عنده الاي بي ادريس الفلاني تمام. فالراجل صاحب الاي بي ادريس دوت هيرد عليا، ودوت داخل اللان عن طريق البرودكاستنج. وبرودكاستنج عارفين inefficient لما النتورك بتاعتنا تكبر، نوتس كتيرة جدا they will get interrupted،
تمام، عشان ايه مسج جاي او في ايه، انت عايز فلان مش انا، ويروح مطنشه. ممكن نستخدم مالتي كاست بدل برودكاست، ويعني ايثرنت نتوركس دي سبورت داتا لينك ليفل مالتي كاستنج، تمام، في الهاردوير دي موجوده. يبقى احنا اخذنا اول طريقه للنيمينج سيستم اللي هي فلات نيمينج، انت هتديني شويه ايه بيتس ورا بعضها كده اهوت، النيم ما فيش اي ستراكشر. قلنا اول طريقه عندنا هي البرودكاستنج، ثاني طريقه بنسميها فوروردنج بوينتر. فوروردنج بوينترز ديت بتبقى حاجه مفيده لما الانتيتي تتحرك. يعني انت قلت لي فلان دوت، انا عارف ان فلان دوت في المكان الفلاني، طب الانتيتي ديت اتحركت ما بقتش موجوده في الحته ديت، يقول لك خلاص انا هعمل ايه، انا هسيب بوينتر على مكاني الجديد. It leaves behind a pointer to the next location. يبقى لو حد عايز يروح لفلان للادرس، انا عارف ان عنوان فلان هو ده، انا عارفه اصلا، اجي اروح عشان اجيبه الاقيه ايه سايب عنوانه الجديد. كتير جدا بتتعامل مع مكاتب حتى البريد، تمام، تقول له لو جالي جواب على عنوان دوت ايه انقله لي، ابعته لي على العنوان الجديد. بس المشكله ان انت لو اتنقلت تاني من العنوان الجديد هيبقى عايز تقول له ايه، بص انا اتنقلت من المكان دوت رحت المكان التاني، فتلاقي ان فوروردنج بوينترز كده تلاقي عندك تشين، تمام، ممكن تبقى طويله جدا. والمشكله ان الانترميديت لوكيشنز لو انت عندك كومبيوتنج اليمنتس في النص وانت نقلت من حته لحته ومن حته لحته، تمام، لو عندك حد في النص وقع انت خلاص مش هيعرفوا يوصلوا لك. بمعنى ان intermediate locations in the chain they will have to maintain their part of the chain، بحيث ان هو يقول اه انت عايز فلان، اه ده فلان راح الحته الفلانيه. والمشكله حته broken links ده الدروباك الثالث هنا vulnerable لبروكن لينكس، لو عندك اي حد في النص وقع خلاص مش السكه كلها مش هيعرف يجيبها لك. يفضل دايما ان احنا نخلي لو استخدمنا فوروردنج بوينترز ان احنا نخلي التشين ديت قصيره. نتكلم على هوم بيزد ابروتش موجودين بالنسبه برضو للفلات نيمينج. فلات نيمينج انا عندي اسم كده اهوت مفيش ستراكشر، هو الناس عارفه الاسم دوت الادرس الفلاني، طب انا برضو اتحركت من مكاني، برضو قاعد افكر في النقطه اللي بنسميها لوكيشن اندبندنس. فبقول لك خلاص ما انا وات اباوت ليتنج ذا هوم كيب تراك اوف وير ذا انتيتي از، يبقى لكل انتيتي موجوده عندنا لكل انتيتي منهم ليها هوم، كل انتيتي متعرف الهوم بتاعها ايه هو. اللي انا حتى هشرحه دلوقتي الهوم لوكيشن والجزء بتاع الهوم بيزد ابروتش هشرحه، هو موجود في موبايل اي بي. موبايل اي بي بي امبلمنت الهوم بيزد ابروتش دوت، بيقول لك كل انتيتي ليها الهوم ادريس بتاعها، الهوم لوكيشن بتاعها فيه هوم ايجنت هياخد باله مين الناس اللي هم المفروض ساكنين عنده، ولو حد من الانتيتيز اليوزرز مثلا انتقل يوزرز او وات ايفر ريسورسز او اي حاجه انتقل من مكان هوم راح سام فورين نتورك راح مكان تاني بعيد، فهو كده هو هيبقى عنده سام فورين ادريس بعيد. فالمفروض الفورين ادريس دوت او هنسميه الكير اوف ادريس، يبقى انا كانتيتي بقيت موجود في الكير اوف ادريس الجديد دوت، هعمل ريجستريشن مع الهوم ايجنت بتاعي. So the home registers the foreign address of the entity. ولو حد عايز يوصل للانتيتي ديت الجديده هيعمل ايه؟ هو عارف ان الانتيتي ديت في العنوان الفلاني القديم. فهي will contact the home first وبعد كده هو الهوم هيقول له على الفورين لوكيشن بتاعه ايه هو؟ مكانه فين؟ وبعد كده هو هيكمل كلام مع الراجل في المكان الجديد. موبايل اي بي بيهايد الكلام ده كله من الابلكيشنز، تعالوا نتفرج عليه. عندنا هنا هو ده الهوم بتاعت الانتيتي،
the host home location والهوست دوت راح متحرك راح جنوب افريقيا هنا هوت. جاء عندنا سام كلاينت كان عايز يكونكت على الهوست دوت فراح عمل ايه؟ he sends the packet to host في الهوم فالهوم يعمل ايه؟ الهوم يريتيرن الادرس اوف ذا كارنت لوكيشن يقول له على فكره ده بقى موجود في المكان الفلاني والباكت اللي كان بعته له دوت يروح عامل له تانلينج للمكان الجديد بتاعه. تانلينج يعني ايه؟ تانلينج هياخد الباكت دوت وهيعمل تانل هيحطه يعمل له انكابسوليشن في باكت تاني مبعوث منين؟ مبعوث من الهوم وجاي للهوست. الهوست هياخد الباكت دوت هيفتحه هيلاقي جواه باكت تاني جاي له من الكلاينت هيعرف ان دوت الكلاينت جاي له فبعد كده يقدر حتى سكسيسيف باكيتس هيجوا من الكلاينت هيجوا ايه للهوست على طول. طب ايه الدروباك بتاعت الهوم بيز ابروتش دوت؟ اقول لك ان اول حاجه الكلاينت هاز تو كونتاكت ذا هوم فبالتالي انت بتزود عليا الكوميونيكيشن تقول لي انا هبعت للهوم والهوم هيعمل هيبعت ايه للهوست في المكان الجديد. وتاني حاجة لازم الهوم ايجنت يبقى على طول موجود لازم الهوم دوت انت عايزه يبقى the home address has to be supported for the entity's lifetime. حتى لو الانتيتي ديت اتحركت permanently فدوت يعني وجع دماغ. It's unnecessary burden when the entity permanently moves. تقولي الهوم address is fixed. يديك poor geographical scalability the entity may be next to the client يبقى انت اساسا هنا هوت الهوست دوت يمكن يكون جنب الكلاينت هنا هوت ويبقى انت بتبعت للهوم كل الناس بتبعت للهوم وبقى هو ايه بيرجع الحاجات. وحل لحاجه زي كده هوت ان انت ممكن تعمل ايه ان انت ممكن تستخدم حاجه زي naming another level of naming اللي هو DNS تمام ان هو الهوم دوت يبقى ايه يتقال له انا موجود في الحته الفلانيه الناس تتصل بيا عن طريق الدومين نيم تمام وانا ايه نقول الدومين نيم سيستم الادريس بقى بتاعي بقى المختلف بقى الجديد دوت. طيب دلوقتي يا ترى ازاي بتحصل عمليه الريزوليوشن النيم ريزوليوشن ازاي بتحصل عمليه النيم ريزوليوشن؟ احنا اتفقنا ان هيبقى عندنا حد وعايزين نساله الاي دي دوت او النيم دوت هو لانهو انتيتي. فاتفقنا ان ابسط طريقه عندي ممكن يبقى عندي هاش تيبل هاش تيبل كده هوت والهاش تيبل تدي له الاي دي او النيم ويدي لك الادريس بتاع الانتيتي. فاحنا هنتكلم هاو تو ريزولف ان ايدنتيفاير تو ذا ادريس اوف ذا اسوسييتد انتيتي. هناخد مثال عليه اللي هو الكور سيستم دوت اتس ان ايزي تو اكسبلين distributed hash table distributed hash table بيقول لي هنا هو هيبقى عندك مجموعه من النودز النودز ديت they will form a ring together يبقى النودز كده متوصله ورا بعضها وكانها متوصله ورا بعضها into a ring كل نود لها id لها identifier عباره عن m bit identifier وكل entity لها برضو unique key نفس length m bits. Each node has assigned a random identifier. Each entity لها unique key بتاعها. المهم ال entity with key K هتبقى تبع أنهو server أنهو node. It will fall under the jurisdiction of the node with smallest ID أكبر من أو يساوي K. يعني أصغر ID أكبر من ال K ده اللي هنسميه successor بتاع ال K يبقى هو دوت المسؤول عن النود دي. هيبقى عندنا نودز مربوطه ورا بعضها كده اهوت زي الرينج كده اهوت ويبقى انا عايز اعمل ايه؟ each node will keep track of the neighbor كل نود عندها neighbor شويه neighbors كده اهوت وراها انا كل نود هيعرف انا عندي مين النيبرز اللي ورايا. هي النقطة المهمة the main issue in a distributed hash table based system to efficiently resolve a key K to the address of the successor.
يعني أنا عندي كي معين، يا ترى الكي دوت موجود فين؟ كل نود من دول هيبقى معاها فينجر تيبل. الفينجر تيبل دوت تمام بيشاور كده، هو بيقول لك أنا السكسسور اللي بعديه موجود فين. كل فينجر تيبل بيقول لي السكسسور بتاعي، يعني واحد دوت عند واحد، في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن أول انتري ديت بيقول لي يا ترى مين السكسسور أوف، لو زودنا واحد 2 to the power، هي مكتوبة هنا successor of p plus 2 to the power i minus 1. أنا نمرة 4 تمام. طيب يبقى 4 زائد 2 to the power i minus 1، i اللي هي ديت i minus 1 عند الواحد، يبقى 2 to the power 0 بواحد، يبقى مين اللي بعد الأربعة؟ هو الخمسة. طب مين بعديه بخطوتين؟ هتبقى 2 to the power 1، يبقى هزود 2 على الأربعة هيبقى 6. الاليمنت اللي بعد كده هوت هيبقى 9. الأربعة ديت هيروح رايح فين؟ هيبقى 8 زائد الأربعة هيبقى 12. فيبقى هم دول الايه السكسسورز على حسب البي انا موجود فين. يبقى كل واحد عارف مين بعديه، بعديه بخطوة، بعديه بخطوتين، بعديه بأربع خطوات، بعديه بثمان خطوات. انا مش محتاج اعرف ايه الناس كلها، انا يا دوبك عايز اعرف مجموعه معينه ليميتد قليله. في المثال عندي كل واحد محتاج خمسه انتريز بس، كل واحد محتاج يعرف الادرس لخمسه نودز فقط في الرينج دي كلها. كل واحد محتاج يعرف الادرس لخمسه نودز في الرينج ديت كلها، بحيث هم دول اللي هيتكلم معاهم، هو مش هيتكلم مع حد تاني. في المثال عندنا هنا هو مثلا لو بدأنا من نمرة واحد، لو بدأنا من نمرة واحد دوت وبندور على 26، فهو بيقول لي ان الفينجر تيبل دوت فيه عبارة عن ايه؟ بيقول لي مين بعديك بأنهي مسافات، شايل values لغاية كام، شايل values لغاية كام. فاحنا عايزين ايه؟ شفنا مبدا السكسسور ده ايه، ده اصغر واحد اكبر مني. فانا دلوقتي ال 26 دي عايز ادور عليها، هروح رايح لدول، مين يا جماعه اللي هيقدر، اللي هيكون شايل ال 26، او هبدا من مين فيكم، هنشوف مين اول واحد اصغر من ال 26، يعني ال 26 دي اول واحد اكبر مني. فنلاقي ان الست هنروح لايه، للسيرفر نمره 5 دوت، المسافه 5، ده عباره عن نود 18، هيروح رايح لنود 18، هو عنده ادريس بتاع النود 18، هو ما عندوش غير خمسه ادريسيز بس في الجدول بتاعه. هيروح رايح ل 18، ف 18 هيساله 26 فين؟ فيروح يدور عند الناس اللي فيه، هيلاقي عنده 20 20 28، فيروح للانتري نمره 2، يروح رايح لل 20 اللي فيها، يروح رايح النود دي هنساله 26 فين؟ فيروح رايح كده اهوت عنده 21 و28، لا يبقى هو 21 اللي هو بعديه بخطوه، هيروح رايح لل 21. هنا هوت ال 20 دوت كان بعديه بخطوتين. ال 18 ديت كان بعديها بخمس خطوات. عند ال 20 هنا هوت عند 21 و28 هيروح لل 21 هيسأله انت هنا هوت فين؟ مين اول واحد هيدور عنده؟ هيدور هنا هوت عند نمرة واحد، هيروح رايح لل 28، هو المفروض عند ال 28 هيلاقي النود اللي بيدور عليها. الكي 26 متسجل عند النود 28، دي النود اللي مسجلة الكي اللي بندور عليه. لو بندور على كي 12 مثلا، حد راح لنود 18 وسأله، راح لنود 28 وساله هو كي 12 فين، فبرضه هيروح كده هو رايح ويدور في دول تمام اصغر من ال 14، يبقى عايز ايه الانتري نمره 4. الانتري نمره 4 عند انهي نود؟ عند نود 4، هيروح رايح لها هيسال هنا هو فين يا جماعه،
انا بدور على الاثناشر، مين فيكم هنا هوت هيروح برضو رايح للتسعة دي قبل الاربعتاشر، هيروح رايح ايه لنمرة تلاتة اللي هو بعديه بتلات خطوات 2 to the power 3 minus 1 ويزودها على مكانه 4 اللي هو 9. وعند التسعة ل 12 بين 11 وال 14 هيروح رايح للتاني خطوة دوت، تمام، هيروح رايح لل 11 والقيمة اللي بيدور عليها أصغر من ال 14 فهيروح رايح إيه لنمرة واحد، هو ده اللي هيروح له هيوقف عنده. فاحنا شفنا طرق مختلفة للفلات نيمينج، آخر شفنا هوم بيزد ابروتش، شفنا ازاي نقدر نعمل عملية ديستريبيوتد هاش تيبل، ازاي نعمل له امبلمنتيشن. الخطوة اللي بعد كده هوت آخر حاجة هنتكلم عليها في الفلات نيمينج هي هيراركيكال لوكيشن سيرفيسز. قال لك انا هيبقى عندي نتورك كبيرة والنتورك دي هقسمها إلى مجموعة من الدومينز، وكل دومين ممكن يبقى متقسم الى مجموعه من السب دومينز زي الصوره عندنا هنا اهوت. قال لك we will build a large scale search tree for which the underlying network is divided into hierarchical domains. وكل دومين will be represented عن طريق نود. يبقى انا عندي اهوت دوت الروت بنسميها root direct، الروت بتاع التري هنسجل عنده الروت دايركتوري نود. ده الدومين الكبير جواه اتنين دومينز، دوت دومين جواه اتنين دومينز تانيين سب دومينز، وكل دومين هيبقى جواه دايركتوري. ايه الدايركتوري دي؟ الدايركتوري يعني بنساله ايه الانتيتيز اللي موجوده جوه الدومين بتاعك؟ ايه الانتيتيز اللي موجوده جوه الدومين بتاعك؟ في الدايركتوري دي هيبقى فيها لوكيشن ريكورد، تمام؟ لوكيشن ريكورد دوت بيقول لنا اللوكيشن بتاع فلان دوت موجود فين. اللوكيشن ريكورد فور ان انتيتي اي في دايركتوري نود معينه بيدينا ايه؟ بيدينا ليف. اللوكيشن ريكورد فور ان انتيتي اي ان ذا دايركتوري نود ان فور ليف دومين دي كونتينز ذا انتيتي كارنت ادريس. يعني لو وصلت لغايه هنا اهوت بتسأل على اس هنا اهوت، يقول لك بص اس ده موجود في الدومين ده. تسأل النود ديت على اس يقول لك ده موجود في الدومين ده. تسأل النود ديت على اس يقول اه انا ليف، طب خلاص خد الادريس بقى بتاعه كذا. هيدي لك الادريس نفسه بتاع الانتيتي نفسها. ممكن يكون الانتيتي يكون عندها اكتر من ادريس. ممكن الانتيتي يكون ليها اكتر من ادرس. طب هنعمل ايه؟ ممكن طب ليه اكتر من ادرس؟ ممكن الانتيتي يكون ريبليكيتد، يعني موجوده هنا وموجوده في حته ثانيه. So an entity an address of entity is stored in a leaf، دي اتفقنا عليها، او in an intermediate node. Intermediate nodes contain a pointer to a child if and only if the subtree rooted at the child stores the address of the entity. يعني عندي انا نود ديت هيبقى فيها انتري كده اهوت، تقول لي اه انت بتدور على فلان او فلان دوت هتمشي له في السكه دي. هنا اهوت النود ديت فيها ايه؟ هي مرسومه على كبير. هنا اهوت فيها اثنين بوينترز، ليا عندي نسختين منه. هنا اهوت اه موجود في حته ما. هنا اهوت برضو ايه الخط البولد دوت معناه ان عنده معلومة عن الانتيتي اللي انت بتدور عليها. خطوط البولد دي كلها بتدور على انتيتي واحد، الانتيتي ده موجود في الاثنين دومينز، دي واحد ودي اثنين. والمفروض ان الروت اللي فوق خالص عنده معلومات عن كل الانتيتيز، هو بيوجه اللوك اب اوبريشن اللي انت بتعملها بتدور على الانتيتي الفلانية بالاسم، هيقول لك اه الاسم ده موجود هنا او موجود هنا. ممكن بقى لما تيجي تسأله على حاجة يرجع لك أقرب واحد ليك. عادة لما بتيجي بتعمل سيرش بتعمل سيرش من اليف نود، بتسأله هو اكس فلان دوت فين، فالليف نود دوت بيعمل ايه؟
ما عندوش اي معلومات عن الانتيتي اللي انت بتدور عليها، فهيعمل فوروردنج للبيرنت بتاعه. هنا هوت ما عندوش معلومه برضو، هيرجعها للبيرنت بتاعه. البيرنت الجد دوت عنده معلومه ان اي دوت موجود هنا هوت، هيروح يبعتك الناحيه دي، ومن هنا هيبعتك الناحيه دي بحيث انك توصل له. حتى لو كان في منه نسخه تانية بعيد، هو بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك اقرب نسخه ليك. فاللوك اب اوبريشن زي اكسبلويت اللوكاليتي هنا هوت. والابورد لوك اب اولويز ستوب ات ذا روت، لو وصلت للروت خلاص مش هيرجعك حد فوقيه، هو المفروض عارف كل الناس. لو هو ما يعرفش اللي انت بتدور عليه يبقى خلاص، يبقى الالمنت الانتيتي دوت مش موجود. طب لو عايزين نعمل انسيرت او ابديت اوبريشن برضه بيقول لي it will exploit locality بنفس الطريقه. تعالوا نبص مع بعض كده هوت. انت طلبت ان انت تعمل انسيرت، دايما بنكلم مين؟ بنكلم الليف نود. تقول له انا عايز انسيرت الاليمنت الفلاني دوت. فهنا هو بيقول لي the node has no record of E، ما عرفوش اساسا. تمام، فهعمل ايه؟ هعمل فوروردنج للبيرنت. ما عرفوش، هعمل فوروردنج للبيرنت. لو انت تعرف الاليمنت دوت من قبل كده هوت بطريقه ما، تمام، فانت مش محتاج تبعت لابوك خلاص. يبقى انا كده هوت عايز انسيرت ان انتيتي في الحته دي، هو كمان موجود في المكان دوت، فانا مش بس هانسيرت هنا، لا كمان هانسيرت في البيرنت بتاعي. لازم يبقى الروت في الاخر خالص يعرف عن الاليمنت دوت. هانسيرت هنا هوت، وبعد كده هطلع هانسيرت هنا هوت، وهيطلع تمام هيابديت الاليمنت اللي موجود عنده، يقول له انا عارف ان هو موجود هنا، لا ده هو كمان موجود هنا. هتبقى الشكل دوت في الاخر. الروت كان عارف ان هو موجود في السب دومين دوت، السب دومين دوت كان عنده المكان اللي على اليمين، دلوقتي كمان عنده المكان اللي على الشمال. احنا كده اتكلمنا بما فيه الكفايه على الفلات نيمينج. فلات نيمينج انا عندي اسم كده هو عباره عن some bit strings. احنا نبدا نتكلم على structured naming. structure naming يبقى الاسم نفسه تمام it has a structure. يعني flat naming حلو for machines، it's machine readable كده هو، ولكن it's not human readable. structured naming في it's more convenient بالنسبه للبني ادم ان هو يستخدمه. فاول حاجه هنعرفها، هنعرف النيم سبيس. بنقول ان النيم سبيس هو عباره عن some collection of the names. names are commonly organized in a name space. وهنقدر نرمز للنيم سبيس اللي هي الكولكشن اوف اول ذا نيمز في السبيس دوت عن طريق دايركتد جراف، ليبلد دايركتد جراف. الجراف دوت عباره عن نوعين من النودز. هيبقى عندنا نيمينج جراف في النيمز الستراكشرد ديت. This graph in which a leaf node هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن entity. named entity، entity لها اسم. فعندنا leaf nodes اللي هي الدوائر ديت، وعندنا المربعات ديت بنسميها directory nodes. A directory node is an entity that refers to other nodes. فده مثلا مثال تمام لنيمينج graph عنده single root node موجودة فوق هنا هوت، وتقدر توصل بقى للelements بتاعتك اي طريقه. كل نود من دول فيها دايركتوري عباره عن جدول، دايركتوري تيبل. يعني ان واحد مثلا في دايركتوري تيبل بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي نود اسمها ان 2 تمام، اسمها الك. يبقى الك هي النود دي، ماكس هي النود دي، شتين هو النود ده، ان بوكس النود دي. بس الحقيقه ان بوكس ديت موجوده في مين؟ موجوده في الجدول بتاع ان 4. ان 1 ما فيهوش غير الثلاثه انتريز اللي هم الثلاث ابناء بتوعه دول. النود اللي فوق خالص ديت بنسميها روت نود. اي نود من دول هنقول ليها باث او باث نيم.
اللي هو وكأنه العنوان أو الأدريس بتاعها أوصلها إزاي. ممكن الأدريس دوت يكون أبسوليوت أدريس، يبقى دايما بيقول لي إيه من أول فوق خالص، من أول الروت لغاية ما أوصل للإلمنت. يعني مثلا عايز أوصل للنود ديت، تقول لي أنا هبدأ هنا هوت اسمها سلاش هوم سلاش شتين سلاش أنبوكس، يبقى هبدأ من هنا هروح للهوم، وبعد كده من هنا هروح لشتين، ومن هنا هوت هروح لإيه؟ لأنبوكس. فذاتس إيه؟ أنا أبسوليوت باث نيم. ممكن يكون عندي relative path name، ممكن يكون عندي relative path name، يبقى ما ببدأش من الروت، يبقى ببدأ من نقطة معينة وهي دي اللي برمز إليها. لو أخذنا بالنا من الجراف دوت ألاقي إن N4 عندها keys كمان. أنا ما قلتش tree، أنا قلت graph. هو ما فيش سايكلز عندي، ان هو دايركتد اسيكليك جراف مرسوم قدامي هنا اهوت، ادي هوم شتين كيز. الاقي ان النود ديت اقدر اعمل لها ريفرنس بطريقتين، يا اما سلاش كيز او سلاش هوم سلاش شتين سلاش كيز. وشبه بالظبط النيمينج في الفايل سيستم، يعني الشكل دوت. هل لازم الكلام دوت يبقى الفايل؟ زي انتوا يمكن شايفين الحاجات دي ان بوكس وبروك ميل وكانه فايلز ودايركتري، مش شرط ان هو يكون للفايلز. ده لاي مجموعه اليمنتس لها نيمز، والنيمز ستراكتشرد لها هيراركي كده هوت كاسامي. يعني ممكن الريسورسز اللي عندي الدوائر اللي في الليفز ديت ممكن يكون بروسيسور مثلا، وعايز تقول ده البروسيسور اللي موجود في الماشين الفلانيه، يبقى عندك نود هي الماشين وجواها مثلا بروسيسور. لاي نوع من الريسورسز، مش شرط ان هو يكون فايلز، ممكن يكون نتورك انترفيسز، ممكن يكون اي او ديفايس. انا عايز اقرا من الاي او ديفايس الفلانيه اللي موجوده في الماشين الفلانيه اللي في النتورك الفلانيه. الاوبريشن اللي احنا اتفقنا ان احنا مهمه جدا ان احنا بنحاول نعملها هي النيم ريزوليوشن. نيم ريزوليوشن ذات اي ام تراينج تو لوك اب ا نيم، بدي لك نيم تمام عشان تديني الادريس بتاعه. النودز اللي كانت موجوده في التريز اللي فات تمام، مش بس ممكن يديني ادريس او مكانه، لا يعني هو ممكن اشيل معلومات اخرى معاه، يعني مع الملفات مثلا ممكن تشيل معلومات ثانيه عن الملفات، ممكن تشيل لي ان جنرال عن الانتيتي ديت ايه النوع بتاعها، ملف ولا مش ملف ولا بروسيسور، ايدنتيفاير ليها، ادريس بتاعها لو في نيك نيمز او اليسز اسامي ثانيه ليها. دايركتوري نودز كمان ممكن يكون ليها اتريبيوتس تمام، مش بس ان هي فيها دايركتوري تيبل وبتشاور على مين، لا ممكن يكون في اتريبيوتس ثانيه موجوده معانا. احنا عايزين نعمل نيم resolution. name resolution ان انا عايز اعمل lookup لنيم معين to resolve a name. we need a directory node. ولكن هنعرف ازاي ال initial node، ازاي هنعرف ال initial node؟ يعني انا ممكن يكون عندي اكتر من tree، بس انا عايز اعرف انا يا ترى انهي tree فيهم. ممكن يكون عندي اكتر من تري مرسومه قدامي وانا عايز اعرف انا هبدا من فين. بنسمي كلوجر ميكانيزم، هو الميكانيزم اللي بيخليني اقدر اعرف الكونتكست اللي انا فيه، انا هبدا منين البحث. هل النيم بتاعي عباره عن www.distributedsystems.net؟ ففي الحاله ديت ان انا المفروض ابدا منين، ابدا ادور لي على DNS name server، ولا النيم بتاعي عبارة عن slash home slash martin slash mbox؟ ويبقى في الحالة دي المفروض ان انا ابدأ من a local NFS file server، ولا يا ترى النيم بتاعي عبارة عن شوية ارقام كده هو 00312259872284؟ ويبقى كده
شكلي انا محتاج ان انا اتصل بالتليفون، يبقى النيم دوت عبارة عن رقم تليفون، ولا النيم بتاعي عبارة عن 77.167.55.6، ويبقى انا كده هو المفروض ايه الاكشن اللي المفروض ان انا اعملها. يبقى انا المفروض ان انا I need to route a message to a specific IP address. يبقى انا محتاج طريقة، محتاج ميكانيزم يقول لي تمام انا ايه الكونتكست بتاعي. انت مديني نيم، النيم دوت بتاع ايه، والميكانيزم ده بنسميه كلوجر ميكانيزم. من الحاجات المهمه برضو عشان نعرف نعمل من الايشوز اللي موجوده في النيم ريزوليوشن، شفنا ان محتاج يكون عندي كلوجر ميكانيزم، محتاج يكون عندي طريقه ان انا اعمل بيها نيم لينكينج، محتاج ان انا ممكن يكون عندي ان الياس، ممكن الاليمنت زي في الرسمه اللي فاتت كان ممكن الاليمنت يبقى له اكتر من اسم، كان ممكن الاليمنت يبقى له اكتر من الاسم. الرسمه اللي فاتت ديت شفناها كان ممكن الاليمنت دوت ممكن تقول عليه سلاش كيز او سلاش هوم سلاش ستين سلاش كيز. يبقى النود ديت جواها ايه؟ جواها بوينتر للنود دي. دول بنسميهم هارد لينكس. بنسميهم هارد لينكس. ف what we have described so far عن طريق الباث نيم هو دوت الهارد لينك. عبارة it's a name that's resolved by following a specific path in a naming graph from one node to another. هنشوف مع بعض دلوقتي في نوع تاني من اللينكس بنسميه soft links. soft links دي عبارة عن ايه؟ ده انا بقول لك لا هو انا مش لازم اشاور عليك وادي لك an edge في الجراف، لا I allow a node to contain جواها the name of another node. it will contain a name of another node. ويبقى انت مشيت على اللينكس كده لغايه اما رحت النود معينه، وعند النود ديت تبص بقى طب عايز اقراها بقى النود دي، تيجي تقراها تلاقي مكتوب جواها اسم. يا عم انا كنت بدور على اسم، انت مديني اسم تاني بعد ما وصلت له، فتروح رايح تدور على اسم دوت، هو دوت عباره عن اسم الانتيتي اللي انت بتدور عليها. So the name resolution process determines that we read the content of a node, in particular the name in the other node that we need to go to. تعالوا نبص على المثال بتاع symbolic links. هنا هو انا عندي النود ديت اللي هي اسمها keys، عنوانها slash keys، ولكن من جوه شتين هنا اهوت هوم سلاش هوم سلاش شتين سلاش كيز. هتوصل هنا اهوت تيجي تقرا الكونتنت بقى بتاع الاليمنت دوت تلاقي ان مكتوب جواه الادريس سلاش كيز. روح دور على سلاش كيز هتلاقي اللي انت عايزه. That's the data stored in N6. في النود ديت في داتا متسجله جواها. النود ديت لها اسم واحد سلاش كيز. كون حد بيحاول يوصل باسم تاني تمام هيوصل في الاخر خالص لاسمها الوحيد اللي هو سلاش كيز دوت. الحقيقه ده هيدينا امكانيه بعد كده ان احنا ممكن نعمل حاجه بنسميها ماونتنج. يبقى احنا شفنا ازاي بنلينك النودز ببعضها، بس انا اقدر اعمل عمليه بنسميها ماونتنج. وماونتنج دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا اقدر اعمل merging لديفرنت نيم سبيسز. merging لديفرنت نيم سبيسز، يعني عندي نيم سبيس معين بتري معينه، مجموعه اسامي اتجمعت على التري ديت، وعندي تري ثانيه، واقدر امرج الاثنين مع بعض. تقدر تمرج الاثنين مع بعض in a transparent way عن طريق حاجه هنسميها mounting. mounting ده ايه؟ بيقول لك we will associate a node's identifier of another namespace with a node in the current namespace. يبقى عندي نود في تري معينه ويبقى جواها مكتوب ايه؟ جواها مكتوب the ID of another node in a different namespace. شويه vocabulary هنا اهوت او terminology. بنقول عندنا حاجه اسمها foreign namespace. ده namespace اللي انا عايز فيه الاليمنت، ده namespace الثاني، انا موجود في namespace معين وانا عايز namespace الثاني.
احسن حاجه نبص عليها بالمثال اللي قدامنا هنا اهوت mounting in distributed system. انا عندي هنا اهوت فايل سيستم دوت او ده distributed system، وانا موجود هنا اهوت عندي ماشين A فيها التري ديت سلاش كيز هنا اهوت سلاش ريموت فو A ريموت فو ديت. تيجي تبص هنا اهوت تلاقي موجود هنا اهوت حاجه هنشرحها كمان شويه ان هو قصده النود دي، هو عايز يقول ان النود ديت هي النود ديت بترمز للنود دي. فالنقطه دي هنسميها ماونت بوينت، والنقطه دي هنسميها ماونتينج بوينت. ده الفورين نيم سبيس. انا عندي هنا النيم سيرفر موجود فيه الاسامي، النيم سيرفر هو اللي شايل التري ديت. تقول له انا عايز حاجه معينه، فهو عايز يربط. اقول لك بص وكان الجزء دوت وكانه بقى موجود في الحته دي. فعندنا mount point is the node in the current namespace اللي هو كان موجود على الشمال containing the nodes identifier of the foreign namespace. فيبقى احنا هنكتب كده جواه هنا اهوت هنكتب النيم بتاع الراجل ده سلاش هوم سلاش شتين، هي سلاش هوم سلاش شتين دي. الماونتينج بوينت ذاتس ذا نود ان ذا فورين نيم سبيس وير تو كونتينيو ذا نيم ريزولوشن. طب انا عشان اقدر اماونت حاجه في حته ثانيه محتاج ايه؟ محتاج اعرف يا ترى ايه الاكسس بروتوكول، انا هتكلم هناك ازاي؟ هل انا بتكلم عن طريق انا في اس مثلا؟ ولا بتكلم سامبا؟ فانا محتاج بروتوكول عن طريقه هنتكلم بيه مع بعض، وعايز اعرف اسم السيرفر اللي هكلمه بالبروتوكول دوت، وبعد كده دوت السيرفر دوت هقول له بقى الماونتينج بوينت عنده مين هي. فانا محتاج التلات حاجات دول، ان اكسس بروتوكول في المثال هنا مثلا كان مكتوب جوه النود دي ان اف اس، يبقى ده البروتوكول بتاعي. وبعد كده فليتس دوت سي اس دوت فو دوت ان ال، يبقى انت هتروح للهوست دوت سلاش هوم سلاش شتين. يبقى النود ديت المفروض مين هي؟ المفروض تبقى النود دي. احنا شغالين بنتورك فايل سيستم قدامنا هنا اهوت، بستخدم اي فايل في اي حته ثانيه وكانه عندي انا بديله باث عندي. انا عندي لو انا عايز اكسس مثلا النود ديت على الماشين عندي هقول ايه؟ هقول سلاش ريموت سلاش فو سلاش ام بوكس. لو عملت دايركتوري ليستنج للنود ديت لسلاش ريموت سلاش فو هيديني ايه؟ هيديني الاثنين نودز دول الام بوكس والثانيه اللي جنبها اللي مش عارف اسمها دي. وبالنسبه لي انا عندي لوكيشن ترانسبيرنسي هنا، وانا ما اعرفش اساسا كيوزر تمام ان الحاجات دي موجوده على ديفرنت ماشين. انا بتعامل معاه هنا اهوت سلاش ريموت سلاش فو وبستخدم الحاجات اللي موجوده فيه. طب ازاي اعمل امبلمنتيشن لنيم سبيس؟ ازاي اعمل امبلمنتيشن لنيم سبيس؟ نتذكر مع بعض احنا اتفقنا ان شغالين نيمينج سيستم، شفنا عندنا فلات نيمينج، دلوقتي بنتكلم على ستراكشرد، وفي اخر المحاضره هنتكلم على الاتريبيوز بيزد نيمينج. ففي الستراكشرد قلنا ان عندي كولكشن اوف نيمز بنسميها نيم سبيس ولها هيراركي معينه، فعايزين نعمل لها امبلمنتيشن. فبيقول لي ذا بيزك ايشو عندي من هنا اهوت I want to distribute the name resolution process as well as namespace management across multiple machines. انا مش عايز يبقى عندي centralized component لان ده centralized component هيضرب لي scalability. انا عايز اعمل distribution للبروسيس كلها، سواء ازاي namespace دوت will be managed، مين هيحتفظ ويسجل الداتا ديت او يعمل لها maintenance لو عايزين نعمل لها update او هكذا، أو يوزع النيم ريزوليوشن بروسيس نفسها. إزاي بنسأل؟ إزاي بنعمل عملية اللوك أب نفسها بتتم؟ By distributing the nodes of the naming graph. يبقى أنا عندي النيمينج جراف التري ديت وعايزين إيه؟ نوزعها مع بعض. فقال لك خلاص إحنا لما نيجي نبص على التريز
الموجودة هنقسمها إلى ثلاثة levels. أول level هنسميه global level، ونقول global level ده عبارة عن إيه؟ ده high level directory nodes، وبتمتاز الدايركتري نودز اللي موجودة فوق خالص إنها managed by different administration، jointly managed by different administrations. يعني عندي مجموعة مختلفة من administrations هيتعاونوا كلهم عشان يعملوا management للدايركتري نودز اللي موجودة فوق خالص. بتمتاز إن هي stable، directory tables اللي فيها ما بتتغيرش تقريبا قليل جدا. الليفل اللي بعد كده administrational level، ده كل administration منها لنفسها، بن separate administrations عن بعضها. تقول لي جامعة اسكندرية that's administration، جامعة القاهرة administration تانية، جامعة عين شمس administration تالتة، وهكذا. It contains mid level directory nodes that can be grouped into such a way that each group can be assigned to separate administrations. يبقى عندي مجموعة من النودز، والنودز دي كلها تبع administration معينة. كأنك تقول لي كل قسم مثلا مع بعض. وكأن النودز اللي موجودة في administration level دي هتبقى بداية البحث عن النودز اللي ايه اللي موجودة داخل الorganization دي. يبقى انا في global level هتوجهني للadministration، وadministration هتوجهني ايه للmanagerial level اللي هو اللي جاي بعد. It consists of low level directory nodes within a single administration. main issue اللي موجود هنا هو عايزين بقى الماب. انا خلاص عرفت ان انت عايز فلان دوت، طب فين الادرس بقى؟ عايز اللوكال نيم سيرفر. we need to map the directory nodes to local name servers. هنفهمها احسن عن طريق الرسمه ديت. عندنا global layer اللي هي موجود فوق خالص، ده example partitioning of the DNS namespace، وكمان network files. تبدأ من فوق خالص، عندك .com و .edu و government و military و organization و net، ودول بقى مختلفة، جابان مثلا و US و Netherlands and so on. ما بتتغيرش الانتريز دي، قليلة قوي، كل فين وفين ما بيزودوا بلد لو في بلد حصل فيها انقسام مثلا وبقت بلدين، كل فين وفين ما بيحصل حاجة زي كده. عايز تروح لشركة معينة oracle.com، يبقى oracle ده that's one administration، ده هي administrational layer. أو ييل، الجامعة ييل، وجواها CS وengineering أو .org، تقولي عندي IEEE أو ACM، طب جوا ACM في عندي جاك وجيل. والmanagerial layer اللي تحت خالص ديت الايه؟ الresources بقى اللي موجودة عندك، الhosts مثلا اللي موجودة عندك and so on. وممكن يتجمع كل مجموعة من دول في name server معين. كل مجموعة من دول هنسميها zone. A zone is a part of the namespace that's implemented عن طريق name server معين. name server دوت هو اللي هيبقى مسؤول، اسأله فلان ده مين؟ تمام، هو عارف المجموعة اللي تحتيه بس. يبقى عندي name server عارف الناس دي، name server يعرف الناس دي، name server يعرف دول. عندي root name server فوق خالص، اسأله عشان يقول لي انا هروح لمين في دول. if we take a look at the availability or performance بتاع different name servers، عندي name servers موجودين في different levels. يا ترى ايه الفرق بين النيم سيرفر في الجلوبال ليفل او في الادمنستريشنال ليفل او في المانجيريال ليفل؟ ايه الفرق بينهم وبين بعض؟ لما اجي ابص على الجلوبال ليفل دوت مهم جدا جدا الافيلابيليتي. تخيل بتسال كده اهوت على الدوت كوم ولا دوت اي دي يو، ما تلاقيش النيم سيرفر الاولاني دوت عشان يوجهك للنيم سيرفرز الثانيه. تمام، تلاقي اللي فوق خالص دوت لو واقع او ما كانش افيلابل بقت مشكله. البرفورمانس مش فارقه قوي بالنسبه لنا، يعني مش فارق بالنسبه لي ان البرفورمانس تبقى سريعه فوق. يمكن يفرق معايا الثروبوت اكتر، ان هو يقدر يرد على ناس كتيره قوي في وقت قليل. مش مهم ان هو بيرد عليا انا بالذات،
وقت قليل. عادة ما بيحصلش تغييرات فوق كتيرة، فعشان كده هو كتير جدا بيحصل كاشينج عن طريق الكلاينتس، تلاقي الكلاينت هو اللي بيكاش النيم سيرفر دوت، مش محتاجين نروح نسأله. ولكن مهم جدا الافيلابيليتي والبرفورمانس ريكويرمنتس بتوعه. طب هنعملها ازاي؟ قال لك انت بسهوله جدا ان انت هتعمل له ريبليكيشنز. لو واحد مش موجود في غيره لازم يبقى في ريبليكاز ابديتس في الليفل ديت، يعني هو كل فين وفين ما بيعملوا بلد جديده عشان يزودوا لنا بلد زي ديت هنا. فمش لازم الابديتس تبقى ايميديت، مش اول ما تتعمل تبقى ايميديت. مش وده على فكره هيعمل لنا حاجه حلوه، ده هيخليه عندنا ان هي بسهوله يسهل عندنا ان احنا ازاي نمنتين الريبليكيشنز ديت لما نيجي نتكلم على الريبليكيشنز ليتر اون. لما نيجي نبص على ادمنستريشنال ليفل النيم سيرفر بتاعه ايه اخباره. It's important for clients in the same organization as the name server. هو دوت الرول بتاعه الأساسي. أنا name server للناس اللي موجودة عندي. فبالتالي أنا مهم جدا للresources اللي جوه داخلة عندي. مش مهم إن هو يديني performance حلوة للناس اللي بره. أو يعني أقل في الأهمية. وعادة ما بيبقاش فيه تغييرات كتيرة قوي في الليفل دوت، وعشان كده وقت الكاشينج بتاعه برضو مفيش مشكلة فيه. يعني مش كل يوم بيحصل إضافة لديبارتمنت جديد. مش كل يوم بيحصل إضافة لديبارتمنت جديد. بس مهم جدا اللوك اب ريزلتس ار ريتيرند بسرعة. ودي بنقدر نحصل عليها من كلاينتس كاش، دي مفيش مشكله فيها. والابديتس اللي بتحصل فيها بتبقى يعني اسرع طبعا من الابديتس اللي المفروض انها تبقى موجوده في الجلوبال لاير. مش معقوله تقول لي انا زودت يوزر مثلا وتقول لي طب استنى بقى شويه عبال ما اليوزر دوت يبقى ايه يبان عندي في الدايركتوري. يبقى انا عايز دايركتوري كده دوت، فين اليوزر يا جماعه؟ تمام، ما بانش لسه عندي هنا. لا، المفروض الابديت هنا يبقى اسرع كتير من الابديتس اللي موجوده في اللاير اللي فوق. طب هنقدر نحصل على حاجه زي كده ازاي؟ تمام، اقول لك هات لك باورفول ماشينز تبقى السيرفر ديت اقوى، هتعمل كاشنج عند الكلاينت، وكمان ممكن نعمل لها ريبليكيشن. يبقى دول ثلاث حاجات اللي هنقدر النيم سيرفر اللي المفروض يكون ايه ادمنستريشنال لاير. لما نبص على المانجيريال لاير افيلابيلتي بتاعته is less demanding. انت بتتكلم على ناس ايه في حته صغيره، يعني مش هل محتاج تعمل ريبليكيشنز؟ يعني مش محتاج تعمل ريبليكيشنز، يكفينا قوي ماشين واحده هي اللي تبقى موجوده. ولكن البرفورمانس is crucial. تمام، لازم البرفورمانس تبقى سريعه جدا. انت هنا بتقول لي ايه، انا عايز اسالك على فايل معين، لازم ترد عليا بسرعه جدا الفايل دوت موجود فين. client side caching map مش هتفيدني قوي. ليه؟ لان بيحصل تغييرات اكتر كتير في الايه في اللاير دوت، اصعب نيم سيرفرز تو امبلمنت هم الموجودين في الجلوبال وفي الادمنستريشن لاير. تمام، بتحتاج تعمل فيهم ريبليكيشن، والكاشينج مهم جدا. والكاشينج دوت يبقى لازم يبقى كونسيستنت، خلي بالك لازم الداتا اللي تبقى كاشت لو اتغيرت لازم ايه يحصل لك invalidation وتغيرها. يعني احنا محتاجين replication وكاشينج عشان محتاجين availability ومحتاجين البرفورمانس العاليه. ودوت هيروح جايب لنا بما ان انت قلت لي كاشينج او replication يبقى عندنا consistency problems. ودي ايه هنحاول ان احنا نحلها. المشاكل دي بتبقى اكتر كمان كتير قوي لما تكون بتتكلم على الوان. يبقى عندك long communication delay between the lookup، يبقى انت بتدور على حاجه بعيده قوي. ازاي هنعمل implementation للname resolution؟
ازاي هنعمل implementation للنيم resolution. اللي احنا هنعمله assumption وانا بشرح لكم الطرق النيم resolution دلوقتي عشان افهم اوصل لكم المعنى. We will assume ان ما عندناش replication ولا caching. We will assume ان لا في replication ولا في caching. Each client it has access لايه؟ لحد local عنده اسمه name resolver. الكلاينت هيسأله هو دوت راجل عنده لوكال عنده بيسأله أنا عايز الحاجة الفلانية، عايز الأدرس مثلا ل ftp.cs.vu.nl، اداله كده اليو ار اي دوت ftp.cs.vu.nl، فهيتقسم لأربع حتت كده هوت. آخر واحدة تبقى أول جزء اللي هو نذرلاند، بعد كده اسم الجامعة فو، بعد كده هوت سي اس، وبعد كده FTP. هنلاقي عندنا طريقتين for name resolution. أول طريقة بنسميها iterative name resolution، فمن الأول خالص بيروح رايح للروت نيم سيرفر يقول له أنا عايز هولندا نذرلاند فين، يبعت له يقول له أنا عايز NL VU CS FTP، يروح مرجع له الأدرس للنيم سيرفر بتاع هولندا، الروت نيم سيرفر بتاع هولندا، يقول له دور بقى هناك على بقية الحاجات. يروح رايح للنيم سيرفر NL نود ديت، دي عندي التري ده الروت، راح NL تحتيها VU CS و FTP، هو انا عايز اعرف الادرس بتاع ده. هيروح رايح للنيم سيرفر NL دوت ويقول له انا عايز VU و CS و FTP، هيروح مرجع له يقول له انا اعرف VU اهو، هيروح مرجع له الادرس بتاع VU ويقول له دور عندك على CS FTP. وبعد كده هوت يروح رايح، عايز يروح رايح لفو دوت النيم سيرفر بتاعه يساله سي اس اف تي بي، هيروح رادد عليه يقول له بص انت انا اعرف سي اس، روح انت ايه دور عنده على الاف تي بي، اداله الادرس بتاع السي اس وهيدور على الاف تي بي عنده هناك. هيروح رايح للسي اس نود وبيبعت له الاف تي بي، فالنود ديت بتاعت سي اس تعرف الريسورسز المختلفه اللي موجوده عنده هناك، هيروح مرجع له الادرس بتاع اف تي بي. فدوت ايتيراتيف نيم ريزوليوشن. وكتير جدا بقى مش بس بيعمل نيم ريزوليوشن، واخر خطوه ديت بيروح ايه يطلب منه الملف بقى كمان، يعني بيقول له ايه انا عايز اف تي بي دوت، بياخد منه الادرس دوت، يروح باعت للادرس دوت يقول له بقى هات لي بقى الباث الفلاني كله. وعندي الطريقه الثانيه اللي هي بنسميها ريكيرسيف نيم ريزوليوشن. ريكيرسيف نيم ريزوليوشن انا ككلاينت مش هقعد اسال بقى كذا نيم سيرفر زي طريقه ايتيريتيف نيم ريزوليوشن، يا دوبك هسال الروت فوق خالص. يبقى الكلاينت هيسال الروت يقول له انا عايز NL VU CS FTP، الروت عارف مين؟ يعرف NL، يروح الروت هو اللي يسأل NL يقول له عايزين VU CS FTP، وNL يسأل يقول له أنا أعرف VU، يروح يسأل VU، ما يقولوش ده هو بيروح يسأل VU على CS FTP، وVU يسأل CS على FTP، والنيم سيرفر CS دوت يروح رادد لVU FTP أدريس بتاعه إيه هو، وVU يروح يرد على الان ال بالادرس بتاع السي اس اف تي بي، والان ال يرد على الروت نيم سيرفر بالادرس بتاع فو سي اس اف تي بي، وكده هو تبقى الروت راح رد عليك قال لك بص انت الادرس بتاع اف تي بي سي اس فو ان ال الادرس هو دوت انا رجعته لك، فالكلاينت نيم ريزولفر يروح مرجعه للكلاينت. ناخد بالنا ان ريكيرسيف نيم سيرفر ريكيرسيف نيم ريزولوشن دوت يعني في شغل كتير جدا على الروت نيم سيرفر، لو كل واحد بيسال الروت نيم سيرفر على حاجه يبقى الروت نيم سيرفر هو اللي محتاج ان هو يسال له حد تاني ويستنى الرد عشان يرجعه له اند سو اون، فده بردن عالي. فعاده النيم سيرفرز اللي هي موجوده في اللاير اللي موجوده فوق خالص في الجلوبال لاير هم ذا امبلمنت الايتيريتيف نيم ريزولوشن بس،
وانت تبدأ ممكن تعمل ريكورسيف ديت من سيرفر تاني موجود في لاير تانية. ناخد بالنا من نقطة في الريكورسيف نيم ريزولوشن، في عندنا اتنين ادفانتجز مهمين. اول واحدة هو الكاشينج، بسهولة جدا تقدر تعمل كاشينج للادريسيز اللي راجعه لك. يعني انت السيرفر مثلا هنا هو كنت بتسأل على حاجة معينة، هنا سألته على الاف تي بي فرجع لك الاف تي بي، تقدر تعمل لها كاشينج عندك. تقدر تعمل لها كاشينج عندك. هنا هو بتسأل على سي اس اف تي بي، تمام، هيرجع لك سي اس اف تي بي، تقدر تعمل لها كاشينج عندك. فانت السيرفر فور نوت سي اس المفروض تسأله على اف تي بي، هيرجع لك الاف تي بي، بيعمل لوك اب الادريس بتاع اف تي بي، ريتيرنز للريكوستر الادريس ده. نيجي نبص على فو، المفروض يريزولف اف تي بي سي اس، فهو سأل على السي اس وقال له تبقى تدور هناك على الاف تي بي، وهيقدر يكاش عنده السي اس والسي اس اف تي بي. الروت فوق خالص هيقدر ايه يكاش جميع الاجزاء، كل النيم سيرفرز اللي في النص ديت. طب ميزه الكاشينج ايه؟ ان لو جالي حد تاني كان www.cs.vu.nl، هل انا محتاج ان انا امشي كل السكه ديت ولا انا اقدر اوصل للسي اس دوت من الروت؟ يلاقي عنده السي اس دوت، يروح يساله هو، طب انا عايز ال www منه على طول، يبقى ممكن ايه يعمل باي باس. مش حته الكاشينج ديت ايه جزء مفيد عنده. لو اخذنا بالنا في الايتيريتيف ابروتش، تمام، هنلاقي الوحيد اللي بيقدر يعمل عمليه الكاشينج ديت هي هو الراجل الكلاينت. الكلاينت ده بس هو ده اللي هيعمل كاشينج، هيبقى عارف ان فلان حاجه الفلانيه، تمام، الحاجات كلها اللي بترجع له هو اللي يقدر يعمل كاشينج فقط. بينما هنا هوت النيم سيرفرز تقدر تعمل كاشينج لحاجات في النص، حتى لو كلاينت تاني خالص بيسال على حاجه قريبه او على نفس الاليمنت، تمام، هيردوا عليه. والحاجة الثانية advantage الثاني في الريكورسيف نيم ريزولوشن، تمام، هو ان الكوميونيكيشن از تشيبر وذ ريسبكت تو كوميونيكيشن، بالنسبة من وجهة نظر الكلاينت. من وجهة نظر الكلاينت انا بعت حاجة وخلاص على كده. عندنا اكزامبل في الكتاب اللي هو الدومين نيم سيستم، ومش محتاج نتكلم عليه دلوقتي في الكورس نوت، انتوا درستوه في النتوركس، فاحنا هنوقف دلوقتي عند الستراكشر نيمينج، والجزء الباقي اللي هنبداه دلوقتي هو الاتريبيوت بيزد نيمينج. النوع الثالث من النيمينج سيستمز اللي هنتكلم عليها بنسميه اتريبيوت بيزد نيمينج. اتريبيوت بيزد نيمينج بيديني الامكانيه ان انا اقدر اعمل عمليه سيرش، ان انا يمكن ما اعرفش ايه الانتيتي اللي انا عايزها، بس عايز ادور على انتيتي لها مواصفات معينه. So in many cases it's much more convenient to name and look up entities by means of their attributes. بدل ما تيجي تقول لي انا عايز الهوست الفلاني انا ما اعرفوش هو مين، تيجي تقول لي انا عايز الماشينز مثلا اللي ليها المواصفات الفلانيه، يا ترى ايه هو المين سيرفرز اللي موجوده في المكان الفلاني، ايه الويب سيرفرز اللي موجودين في الاورجنايزيشن الفلانيه، وهو يقول لك ده عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. عادة كان عندنا زمان الترديشنال دايركتوري سيرفيسز زي اليلو بيجز، تمام، تقول له انا عايز مطعم مثلا معين فيقول لك اه ده احنا عندنا المطاعم، عايز مطعم سي فود فيقول لك اه ده عندنا مطاعم سي فود كذا وكذا وكذا وكذا. هي ديت الاتريبيوت بيزد نيمينج. فوي ويل اسيوم ذات ان انتيتي از اسوسييتد معاها كولكشن اوف اتريبيوتس، فيبقى عندنا دايركتوري سيرفيس هيبقى عندنا دايركتوري سيرفيس
لما بنيجي نتكلم على كلمه دايركتوري سيرفيس بيبقى قصدنا بيها اتريبيوت بيست نيمينج. لو انا بتكلم مثلا على structured نيمينج وقتها بنتكلم على نيمينج سيستمز. فالفرق بين نيمينج سيستمز ودايركتوري سيرفيس ان في الدايركتوري سيرفيس بنتكلم على اتريبيوت بيست نيمينج، بينما نيمينج سيستمز بنتكلم على structured نيمينج. مشكلة حتة الاتريبيوتس ديت ان يعني طب ايه هي الاتريبيوتس بتاعت الانتيتيز؟ يعني designing appropriate set of attributes it's not trivial. عادة الاتريبيوتس ديت بتبقى معمولة بالايد، وحتى لو الاتريبيوتس معمولة كويس الـ values اللي مكتوبة في الاتريبيوتس ديت لو اكتر من حد بيعملها يعني بنلاقي values that are not consistent together. تلاقي الراجل ده بيكتب القيمة دي باسم بطريقة معينة والقيمة دي باسم معين. يعني لو كان عندنا music and video databases وبنسيب الناس هي اللي تكتب الاتريبيوتس مثلا، تمام، وشوف الاسم المغني ممكن يتكتب ازاي، ممكن يلاقي حد بيختصره والتاني ما بيختصروش. يعني حتى الاتريبيوت values تمام ما هياش عملية سهلة حتة ان انت توحد الفاليوز دي كلها. هناخد بالنا من نقطة ان احنا دلوقتي اللوك اب انت ما بتدورش على element ويجرع لك element، انت بتعمل عملية search. فبمعنى ان اللوك اب operation هنا كان بي extremely expensive. ليه؟ لان هو they need to match الاتريبيوت values اللي موجودة. انت مديني بتلوك اب على اتريبيوت فاليو معينة وانا محتاج ان انا اشوف طب الاتريبيوت فاليو اللي بتاعتك دي هي بتاعت الاليمنت الاولاني اه ولا لا، بتاعت الاليمنت الثاني اه ولا لا، الثالث اه ولا لا. I need to inspect all the entities عشان اماتش الريكوستد اتريبيوت فاليوز مع الاكتوال اتريبيوت فاليوز اللي موجوده مسجلها عندي. فدي بتديني بيرفورمانس بروبلم. تمام، محتاج اعمل اكزوستيف سيرش على كل الانتيتيز اللي موجوده، دي مش حاجه كويسه. لو انت عندك الانتيتي واحده اللي بتدور تمام ديت عندك مشكله. طب لو انت عندك اكتر من سيرفر وعملت ديستريبيوشن للانتيتيز على سيرفرز مختلفه، فانت كده اساسا عايز تعمل كوميونيكيشن لكل السيرفرز وعايزهم كلهم يشتغلوا لك عشان كويري واحده، عشان حد بيسال على حاجه بالاتريبيوت الفلاني وبتشغلهم كلهم. يعني ليه كده اهو؟ فعندنا some implementation بحيث يحلوا لنا النقطة دي، بحيث ان السيرش بتاعنا يكون scalable. فازاي هنعمل implementation لدايركتوري سيرفيس؟ تمام، فعندنا some hierarchical implementation. الhierarchical implementation دي قال لك ايه؟ قال لك let's combine الاثنين structured naming مع attribute based naming. We'll combine both structured naming system مع الاتريبيوت بيست نيمينج. هنسجل الاليمنتس اللي موجودين عندنا في داتابيز وهنحل مشكله، بدل ما نعمل اكزوستيف سيرش هنستخدم اندكسز. هنستخدم اندكسز، تقول لي الفاليو ديت هدور لك في الاندكس على الفاليو بسهوله قوي هيرجع لي الانتيتي. فويل امبلمنت بيزك دايركتوري سيرفيس از داتابيز، بس هيكون كومبايند معاها استراكشرد نيمينج سيستم. هنشوفه مع بعض. كانت مايكروسوفت كانت عملت امبلمنتيشن للاكتف دايركتوري مثلا بتاعها عن طريق البروتوكول اللي هو بنسميه لايت ويت دايركتوري اكسس بروتوكول او ال دي اي بي. الدايركتوري سيرفيس ديت ات كونسيست اوف نمبر اوف ريكوردز موجوده عندنا، بنسمي كل ريكورد منهم دايركتوري انتري. دي شبه بالظبط في الدي ان اس الريسورس ريكورد، تقول لي الريسورس الفلاني موجود ايه؟ الادرس بتاعه الفلاني، النيم الفلاني، ادرس بتاعه الفلاني، هو عباره عن collection of attribute value pairs. وممكن حد يعني مثلا اهوت كان تقول لي ادي انتري مثلا الكونتري، تقول لي نيذرلاند، الاورجنايزيشن فو يونيفرستي، اليونت كمبيوتر ساينس، الكومن نيم بتاعنا لما تيجي تسالني مين سيرفر. تيجي تقول لي ايه المين سيرفرز اللي عندكم، يبقى انا هجيب لك الايه ميل سيرفرز، اف تي بي سيرفر، دبليو 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 سيرفر. وممكن الاقي ان انا عندي ممكن يبقى عندي مالتي فاليود لاتريبيوت معين، تقول لي ايه الميل سيرفر، اقول لك فلان وفلان وفلان.
المهم ان collection of all the directory entries اللي موجودين في directory service معينة بيمثلوا لي a directory information base. For the directory information base, it's the collection of all the directory entries اللي موجودين عندي. Each record is uniquely named as a sequence of naming attribute, أو بنسميها RDN, Relative Distinguished Name, بحيث تقدر تعمل lookup عليه. الدايركتري اللي بندور فيها دي بتاعت LDAP ممكن تبقى represented as a naming graph بنسميه directory information tree. يعني المثال اللي كان عندنا هنا من شوية دوت السيرفرز المختلفة للجامعة دي اهو ممكن تشوف هنا هوت جزء من الدايركتري عندك هوت الكونتري نيذرلاند الاورجنايزيشن في يونيفرستي اليونت الاورجنايزيشنال يونت كمبيوتر ساينس الكومن نيم ميل سيرفر. يبقى انت موجود فوق هنا وبتساله السي اي بيقول لك ان ال. انت موجود هنا وتقول له السي ان ميل سيرفر يرجعه لك. تقول له ايه الهوست نيمز يقول لك انا عندي ستار وعندي زفاير. فدي دايركتوري انفورميشن تري. طب وهي ليه بقت تري؟ اصل ممكن يكون عندك حاجات كتيره قوي شيرد. يعني في الكونتري دي اكيد في جامعات تانية وجوه الجامعه ديت اكيد في ديبارتمنتس مختلفه تانية. فعشان كده هوت يعني ات ميك سنس ان احنا ايه نعمل لها ريبريزنتيشن از تري كده هوت نيمينج جراف. احنا باين قدامنا هنا هوت مثلا تو دايركتوري انتريز مثلا فيهم ايه بتسال على الهوست نيم مثلا. فانت عايز الهوست نيم هو دوت الار دي ان. احنا شفنا مع بعض الار دي ان هي ريليتيف ديستنجويشد نيم. يبقى انت ايه الانتيتي اللي بتدور عليها؟ بتدور على الهوست نيم. فتلاقي المعلومات كلها. هل لازم اكون بدور على هوست نيمز؟ ممكن اكون بدور بس يا ترى ايه هي الاورجنايزيشنز اللي موجوده في المكان الفلاني. هل انا لازم اكمل لغايه تحت خالص؟ لا مش لازم. لما نيجي نبص في الجراف دوت النود ممكن تكون حاجه من اتنين. ممكن تبص عليها ان هي دايركتوري بمعنى ان هي جواها حاجات تانيه، او ان انت تبص عليها ان هي عباره عن LDAP record ان هو entity نفسه. وبالتالي النود زي ديت مثلا ممكن تعمل عليها operation اسمها list، او تعمل operation اسمها read. read يبقى انا عايز اعرف انت ايه، list يبقى انا عايز اعرف ابنائك ايه الحاجات اللي تحتيك اللي موجوده. الاقي ان انا عندي lookup operations بقت اختلفت، بقى عندي اكتر من نوع lookup هنا اهوت. انا عايز اعرف انت كنود ايه او ولادك ايه هم. وهنلاقي ان implementation بتاع حاجه زي كده اهوت والهيراركي اللي باينه قدامنا هتضرب لي على طول ان انا افكر طب ما اعمل لها implementation زي الدي ان اس بالظبط. والفرق بينها وبين الدي ان اس بس ان الدي ان اس انت بتسال على entity معينه ويدي لك الادرس نيم معين ويديك ادرس، انت هنا بتدور على attribute معين تمام، وممكن يرجع لك اكتر من واحد. بيديني اساسا اكتر من اوبريشن يعني زي ريد وليست اللي انا لسه قايلهم دلوقتي. ممكن التري ديت او هي ما هياش تري، ما هياش دي اي تي بس، ده انا عندي الدايركتوري انفورميشن بيس كلها كمان. ممكن تبقى بارتيشند وديستريبيوتد، تبقى متقسمه ومتوزعه على اكتر من ايجنت بسميه دايركتوري سيرفيس ايجنت. دايركتوري سيرفيس ديت يبقى عندي دايركتوري سيرفيس ايجنت، كل ايجنت من دول كل دي اس اي هو مسؤول عن جزء من التري ديت. ويبقى انت كامبلمنتيشن الدي اس اي دوت زيه زي النيم سيرفر مثلا اللي انت بتساله على اسم معين هيدي لك ادريس، انت هنا برضو عايز تساله على اتريبيوت معين هيرجع لك حاجات. بس انت هنا الحقيقه انت ممكن تسال اكتر من سيرفر، الداتا بتاعتك ممكن تكون موجوده عند اكتر من يونت.
في الدي ان اس انت بتسال على ادريس فقط، انت هنا ما بتسالش على ادريس. يعني في السؤال اللي تحت بقول له سيرش، تمام، انا عايزك ترجع لي كل المين سيرفرز اللي موجودين في الجامعه الفلانيه في الدوله الفلانيه. يبقى عندي سترينج ده هو موجوده، اقول لك الكونتري بيساوي ان ال الاورجنايزيشن فو يونيفرستي، اي اورجنايزيشنال يونت مش فارق معايا، والكومن نيم مين سيرفر، يروح يرجع لك المين سيرفرز كلها. عنده اثنين سيرفرز موجودين هنا، ستار وزفاير، الاثنين دول موجودين اللي هم كانوا موجودين تحت هنا. وبالتالي انت ممكن السؤال اللي بتساله دوت ممكن اكتر من دايركتوري سيرفيس ايجنت يجاوبك عليه، كل واحد فيهم بيجاوب على جزء، كل واحد فيهم بيجاوب على جزء، مش شرط ان انت بتسال واحد بس. You may need to several DSAs need to be accessed عشان تسال، بينما في DNS انت بتدور على ليف نود. انا هنا ما بدورش على ليف نود، انا ممكن يبقى عندي اكتر من ليف نود بتعمل ماتشنج للكويري اللي انا بدور عليها. In general مش بس كده هو ده، ممكن اساسا يكون عندي اكتر من تري، ما بقولش حته من تري، لا اكتر من تري اصلا. يعني Active Directory بتاعت مايكروسوفت كانت عاملاها على شكل فورست، مجموعه من التريز، ال دي اي بي دومينز، كل دومين عباره عن تري. فيبقى هو بيستخدم التري لكل دومين ويعمل لك واحد كده هو زي يقول لك عند كل دومين في عندنا دومين كنترولر، ويستخدم الدي ان اس مع ال LDAP عشان يقدر يوصل للدومين كنترولر، كأنه عايز يوصل لكل روت في كل دومين في الاكتف دايركتوري بتاعت مايكروسوفت. فاكتف دايركتوري بيكومباين الاثنين ال LDAP وال DNS عشان كل تري محتاج توصل لها عن طريق الروت، وسمينا الروت دوت دومين كنترولر. طيب عندنا implementations تانية، مش شرط implementation تبقى hierarchical زي ال LDAP، ممكن implementation بتاعتنا تكون decentralized، ودي بقت موجودة كتير جدا خاصة مع شيوع ال peer-to-peer systems. peer-to-peer systems يا سلام، لو انت عندك nodes الكتيرة ديت وانت عايز تسألهم كلهم على attribute معين، انا عايز الفايل يا جماعة مين عنده الفايل اللي بيتكلم على الحاجة الفلانية اللي attributes بتاعته كذا. اللي احنا محتاجينه ومحتاجين كاننا مابينج من اتريبيوت معينه بفاليو، اتريبيوت اللي فاليو ديت عايزين نعرف يا ترى هو انهي اندكس سيرفر اللي هلاقي عنده الفايل ده. عندي مجموعه من السيرفر، من السيرفرز موجوده، انا عايز اعرف انهي سيرفر فيهم هو اللي ايه هيرد عليا، هو اللي عنده الفايل ده. فممكن نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم ديستريبيوتد اندكس بحيث ان احنا نقدر نعرف من النودز اللي موجودين في البير تو بير سيستم دوت مين السيرفرز، يبقى الاندكس هيقول لي السيرفرز اللي هي بتعمل بتشيل الفايل دوت او الداتا انتري اللي انت بتدور عليها دي. يبقى كل سيرفر عندي مجموعه من السيرفرز، وكل سيرفر مسؤول عن مجموعه من اتريبيوتس، أو يأسيوم ذات إن إحنا عندنا مجموعة من الأتريبيوتس، وكل أتريبيوت له دومين، له مجموعة values معينة، ومع كل أتريبيوت في مجموعة من السيرفرز، تمام، هي المسؤولة عن الأتريبيوت ده. وهيبقى عندنا global mapping، some mapping function كF ديت تقول أنا عايز الأتريبيوت الفلاني قيمته كذا، مين دوت؟ يقول لك آه ده هو، بص السيرفر الفلاني هو دوت المسؤول، روح عند السيرفر دوت هتلاقي عنده الفايل اللي الاتريبيوت بتاعه دوت بالفاليو ديت. ويبقى انا لو انا بسال ما بسالش على اتريبيوت واحد، وعندي مثلا عايز اقول الاتريبيوت الاولاني الفاليو بتاعته كذا، والاتريبيوت الثاني الفاليو بتاعته كذا اند، او هات لي الاتريبيوت الثالث الفاليو بتاعته كذا، وعايز تعمل مابينج لدول، الاقي ان الكلاينت محتاج ان هو الديستريبيوتد اندكس
سالته تقول له الحاجه ديت، تقول له الاتريبيوت الفلاني الفاليو بتاعه كذا، يقول لك روح للاندكس الفلاني، روح للسيرفر اندكس سيرفر الفلاني. تساله على الاتريبيوت الثاني يقول لك روح للسيرفر الفلاني او لمجموعه السيرفرز ديت. بس الحقيقه في الحاله ديت حاليا الكلاينت هو اللي محتاج ان هو يجمع ايه السيرفرز اللي عندها الرد في الاخر. يعني انت اديتني مجموعه من السيرفرز هي فيها الاتريبيوت ده، ومجموعه ثانيه من السيرفرز فيها الاتريبيوت ده، وانا اللي هعمل انترسكشن عشان اشوف مين السيرفرز اللي مشتركه في الاثنين، وبعد كده انا هعمل اليونيون عشان اجيب السيرفرز الثلاثه. فدي مش حاجه حلوه يعني. الاقي الكلاينت هو involved في ان هو يعمل حاجه زي كده. هو اساسا ممكن الليست اوف السيرفرز اللي راجع لنا هنا هو يعني اساسا في كوميونيكيشن كوست عاليه، وغير كده هو الليست اللي راجع لك تكون كبيره. تخيل بتدور مثلا المثال اللي موجود عندنا، فاول حاجه الكويري بتinvolves مجموعه من السيرفرز، ثاني حاجه لو انت بتدور على حد اسمه فريبي سميث، لاست نيم بسميث، وسميث ده في منه كتير قوي قوي قوي، والفيرست نيم فريبي دوت ما هوش منتشر، فتلاقي ان الكلاينت هي نيدز تو بروسس ماني فايلز، تمام، عشان في عنده سميثز كتير. فانت الليسته الاولانيه ديت رجعت له لسته كبيره، تمام، عايز يعمل لها بروسيسنج عشان يشوف جواها الحاجه اللي بيدور عليها، وبتشغل الكلاينت على الفاضي. والحاجه بقى يعني اللي هي مش لذيذه ان ما عندكش رينج سيرش، ما عندكش رينج كويري، ما تقدرش تقول برايس مثلا ما بين ال1000 وال2500. يبقى انت عندك انتيتيز، تمام، عايز تعرف ايه هي الانتيتيز ديت، وكل انتيتي له اتريبيوت وليكن برايس، وانت عايز تشوف البرايس ما بين الاثنين دول، فديت مش موجوده حل ليها. يعني it's not supported with distributed index دوت. Alternatively هنقدر نستخدم طريقة تانية بنسميها space filling curves. وقبل ما اشرح space filling curves ان هو وتستخدم فين، تعالوا ناخد مثال على space filling curves نفسها نشوف هي عبارة عن ايه. ده مثال قدامنا لواحد من سبيس فيلينج كيرفز بنسميه هيلبرت كيرف. هو من اسمه سبيس فيلينج كيرف، يعني كيرف بيملي السبيس بتاعي. لو انا افترضت مثلا ان انا عندي السبيس بتاعي، هتكلم على 2 دي دلوقتي، وبعد كده نبقى فاهمين ان الكونسبت دوت هيجنرالايز على 3 دي وال 4 دي واي عدد من الدايمنشنز. كل دايمنشن عباره عن ايه؟ عباره عن اتريبيوت. لو انا ببص عندي اثنين اتريبيوتس بس، فانا شغال اثنين 2 دي. لو الاتريبيوتس بتاعتي يا دوبك كل اتريبيوت له اثنين فاليوز، فانا عندي دايمنشن هنا اهوت اكس مثلا له اثنين فاليوز والواي له اثنين فاليوز، اقول لك انا عايز كيرف يمسح الاريا كلها. تقول لي خلاص يا اما 0 0 يا 0 1 يا اما هنا هو 0 0 وهنا هو 1 0 وهنا 1 1 وهنا هو 0 1. تقول لي يعني همشي كده اهوت 1 2 3 4. يبقى انا عندي كيرف كده اهوت رسمته، عملت ايه؟ مسحت بيه السبيس كله. اقول لك طب لو انت عندك اربع فاليوز، هتقول لي هي العمليه ريكيرسيف. الحقيقه هتقول لي بص انا هاخد اول اثنين فاليوز دول كانهم 1 يونت وهبدا منهم، وهبدا جواهم اعمل الهيلبرت كيرف، همشي على الاربعه اعمل الشكل دوت، وبعد كده هاخد الاربع قيم اللي فوق دول وكانهم نقطه ديت. يبقى انا عايز انتقل من الاربعه سكويرز دول للاربعه دول، وفوق هنا اعمل نفس الشكل، وهنا اهوت هعمل نفس الشكل، وهروح رايح من الشمال هنا لليمين هنا زي ما رحت من نقطة 2 لنقطة 3. وبعد كده هنزل لتحت وهعمل نفس الشكل هنا. يبقى أنا نفس الشكل دوت كأن الباترن ديت من تحت فوق يمين لتحت. طب لو ما كانش عندي أربع قيم، كان عندي 8 في كل دايمنشن، ألاقي نفس الباترن. الباترن اللي قبلية اللي موجودة ديت ألاقيها موجودة هنا،
روتيتد كده هوت، وموجوده هنا تاني طلع لها بعديها، وبعد كده راح على اليمين ادي الباترن موجوده، وبعد كده راح نزل تحت. ولو عايزين نمسح السبيس بس بدل 8 في 8 بقى 16 في 16 هيبقى الشكل ده، ادي 8 في 8 موجوده مره تحت طلع منها فوق، وبعد كده هو اتمشى لليمين، وبعد كده في اخر خالص نزل تحت وروح مكررها هنا. وتتكرر زي ما احنا شايفين 16 في 16 او 32 في 32 او لاي عدد في اي عدد، لاي possible values اي قيم مختلفة. شوف عندك كام قيمة في كام قيمة، الكيرف دوت يقدر يمسحها، هي space filling curve بيفيل الكيرفز. ونفس space filling curve دي شغالة في 3D، يبقى هو شغال، تخيل عندك كيوب كده صغير، طب لو كيوب ده كبر، لو كبر اكتر and so on. ميزة space filling curves ديت، تعالوا نرجع للسلايدز بتاعتنا. برضو هنا هو مرسوم الهيلبرت كيرف، بس هنا هو مرسوم صغير، فعشان ايه اضطريت ان انا اروح للشاشة التانية عشان اوضح الشكل. space filling curve زي map an n dimensional space، في الرسمة عندنا هنا هو 2D، بس in general زي عندي n dimensional space into a single dimension. المثال اللي تحت عندي هنا هو عندي 2D، كأن عندي 2 attributes، فال n dimensional space هو عبارة عن n attributes، فانت في الاخر خالص بتدور على نقطة، على value. يعني هنا هو مثلا 1 1، هنا 0 0، هنا 1 1، يبقى value attribute اولاني بواحد، والattribute التاني مثلا كان بواحد هنا، او هنا 0 1، attribute الاولاني بزيرو attribute التاني بواحد. هنا بقى على حسب الايه coordinates بتاعتك، الفاليو هنا بكام والفاليو هنا بكام. في الاخر خالص انت كان عندك في الرسمه دي 2D وحولتها لنقطه على الكيرف، الكيرف ده انت ممكن تاخد اول نقطه فيه واخر نقطه فيه وتشدهم تخليه 1D. الكيرف النقطه ديت ادي اول نقطه ودي اخر نقطه، تاخد النقطتين دول وتروح شددهم، ويبقى عندي اي نقطه في ال 2D بقت نقطه في ال 1D، يعني لها مكان معين على الخيط دوت، على الكيرف دوت. وبالتالي انت ممكن يبقى عندك اي اتريبيوت، تاخد الاتريبيوت بتاعك تشوفه هو موجود على انهي نقطه هنا هوت في الكيرف، وتقول خلاص يبقى النقطه ديت هنعمل هاشينج فاليوز بحيث تو ديستريبيوت ذا وان دايمنشنال سبيس among an index servers. يبقى انت عرفت انت في ال 2D دول هنا اهو على الكيرف ده انت موجود فين؟ انت موجود هنا. طيب الكيرف دوت الخط دوت قسمناه على index servers، هنعمل هاشينج عشان اعرف انت رايح على انهي index server موجود. الحاجه اللي هناخد بالنا منها ان الفاليوز اللي قريبة من بعض نفسنا يكونوا جنب بعض على الاندكس سيرفر، يكونوا handled by the same server. في انواع مختلفة من space filling curve مش هيلبرت بس. بنقول عندنا an important property of space filling curves is that they preserve locality. Two indices that are close to each other on the curve دول هيدونا نقط that are close to each other في المالتي دايمنشنال سبيس. يعني لو جيت لاي نقطتين جنب بعض هنا اهوت، نقطتين دول قريبين من بعض على الكيرف، تلاقيهم في ال 2D قريبين من بعض. العكس غير صحيح. العكس غير صحيح، يعني لو جيت مثلا النقطتين دول، النقطه ديت والنقطه دي قريبين من بعض في ال 2D، ولكن على الكيرف لا، ده انت بين النقطه دي والنقطه دي هتلاقي من هنا اهوت هتضطر انك تمشي تاخد الايه الكيرف، المنطقه اللي على الشمال دي كل المنطقه اللي على اليمين دي كلها، تمام، وهتنزل كل دوت لغايه اما توصل للنقطه دي. يبقى نقطتين على الكيرف قريبين من بعض هيماب لنقطتين في نفس ال 2D. العكس مش صح.
فاحنا اول حاجه الكيرف دوت كاننا بنرسمه احنا عايزين an entity E having a tuple معين, an entity لها شوية values معينة is associated with the real value coordinate في ال n-dimensional space. يبقى ال entity ديت هنقول هي موجودة فين في ال n-dimensional space اللي موجود عندنا, وال n-dimensional space دوت هيبقى موجود في unique subsquare موجود. تقول لي بص انا element بتاعي موجود في الحتة دي, الحته ديت موجوده فين على الكيرف؟ اه موجوده في الحته ديت على الكيرف. عرفت هي موجوده فين على الكيرف, هتروح تعرف هي موجوده فين على انهي اندكس سيرفر اللي بياخد النقطه ديت. انت عايز تعرف ايه هي الانتيتيز, سو ايتش اندكس از تو بي مابت تو ا سيرفر. كل نقطة معينة محتاجين نعرف النقطة دي عند أنهي سيرفر, النقطة دي عند أنهي سيرفر, النقطة دي عند أنهي سيرفر and so on. والسيرفر دوت will keep a reference to the associated entities. طب ازاي نقدر نعرف حاجة زي كده؟ ازاي نقدر نمينتين ال entities associated with the index؟ تقول لي أنا index نمرة كذا, أنا ده هنا index 0, أنا نمرة 1, أنا نمرة 2, أنا نمرة 3 على الكيرف. يعني هو تأدي 1, 2 أو 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. عرفت الـ entity, عرفت الـ index بتاعها. طب أنا عايز أعرف الـ index دوت مع أنهي server, هعرف أعملها إزاي؟ ممكن نستخدم distributed hash table, سواء الـ ring الـ cord اللي إحنا شفناها, سواء distributed hash table اللي إحنا شفناه قبل كده هوت لما كنا بنتكلم على architecture, كانت النقط عاملة زي هايبر كيوب كده هوت. هتديني اندكس معين, هقول لك دوت موجود مع ويتش سيرفر الايه اللي بيشيل الاندكس دوت. والحاجه الحلوه بقى هنوت ان انت تقدر تيجي وتسالني طب انا عايز الرينج الفلاني, انا عايز الاتريبيوت دوت من هنا لهنا والاتريبيوت دوت من هنا لهنا, تروح مديني مثلا بوكس كده هوت ادور فيه, انا عايز ادور في المنطقه دي. فكده انا قدرت اعرف انا عندي مجموعه من الاندكسز, مجموعه من الانديسيز ديت, او عايز اروح ادور طب يا ترى الانديسيز ديت موجوده على انهي سيرفرز, فهروح للديستريبيوتد هاش تيبل عشان اعرف هي موجوده في انهي سيرفرز. بس الحاجه الحلوه ان هم بما ان انت عملت لي بوكس كده هوت, الحاجات اللي قريبه مع بعض على الكيرف هتكون قريبه مع بعض, الحاجات القريبه مع بعض على الكيرف هي قريبه مع بعض في ال 2 دي, فانت بعضهم هتلاقيهم جنب بعض على طول على الكيرف, وممكن تلاقي شويه تانيين مش جنبيهم ولكن شويه تانيين برضو هتلاقيهم كلاسترد جنب بعض, هتلاقيهم كلاسترد جنب بعض. يعني في سيرفر معين هيبقى هو اللي بيعمل مينتنس للمجموعه دي, وبالتالي عدد السيرفرز مش هيبقى ايه كبير زياده عن اللزوم. احنا كده وصلنا لاخر الاتريبيوت بيست نيمينج. احنا النهارده اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا في الشابتر 5 نيمينج سيستمز. عرفنا في الاول خالص يعني ايه النيم, وخدنا سبيشال تايبس اوف نيمز اللي هي الاتريبيوت اللي هي الايدنتيفايرز, وشفنا النيم دوت عشان اعمل اكسسنج لانتيتي محتاج ان اكسس بوينت, والاكسس بوينت ده عايز ادريس اللي هو النيم اوف ذا اكسس بوينت. شفنا الايدنتيفايرز اللي هي اليونيك ايدنتيفاير ما بتتغيرش مع الوقت. شفنا ثلاث انواع من النيمينج سيستمز, سواء اول واحد كان الفلات نيمينج زي مثلا ماك ادريس مثلا, هو شويه بيتس كده ورا بعضها. شفنا بعد كده هو ستراكشرد نيمينج, وديت نيمينج ذات ار فريندلي مع بني ادمين ان احنا نقدر نقراها. واخر واحد اللي هو اتريبيوت بيست نيمينج, اللي هو عن طريقه قدرنا ان احنا نعمل لوك اب للانتيتيز عن طريق الاتريبيوتس بتاعتها وليس عن طريق النيمز بتاعتها. شكرا لكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.